أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ما تشهده العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من تقدم وازدهار بفضل قيادتي البلدين الشقيقين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ بكل المجالات والقطاعات. وأشار معالي في تصريح خاص لمركز الأخبار إلى أن العلاقات البحرينية المصرية تعتبر نموذجا في التلاحم والعمل العربي المشترك. أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 وإلى الشعب المصري الشقيق. والحقيقة بأن هذه الذكرى تدفعنا إلى التفكير عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر الشقيقة في القضايا العربية والإقليمية. وأنا بهذه المناسبة حبيت أن أتكلم عن العلاقات المتميزة والخاصة ما بين البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. فهذه العلاقة تتميز بالحميمية على أعلى المستويات، على مستوى القيادات وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب. فالحقيقة العلاقة بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقات خاصة وأخوية وحميمية، وبالتالي فهناك دائما تواصل مستمر وتنسيق مشترك حول كافة القضايا، سواء كان القضايا الثنائية أو القضايا العربية أو القضايا الإقليمية أو الدولية.